اكيد كلكم بتشوفوا الكومبلين ده، I have pains in all my bones. احنا بنشوفه كتير جدا في العيادات، وده الحته الميديكال شويه زي ما خضر قال بتاعه الاورثوبيدكس. وماي تشايلد هاز ديفورمد ليجز، وتلاقي الاهل قلقانين قوي جايبين لك طفل عنده سنتين او ثلاث سنين رجليه عامله كده. So what are the possibilities you have؟ يعني ايه الاحتمالات بتاعه ال diagnosis لما حد يقول لك I have pains in all my bones؟ الحقيقه البوسيبيليتيز هم دول، هي مجموعه كبيره قوي 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 قوي، دي اسمها ميتابوليك بون ديس اوردرز على بعض كده، اوكي. فاحنا الليرنينج اوت كوم النهارده هحاول انتروديوس ليكو ديفينيشن باثولوجي كلينيكال بيكتشر دايجنوزس وتريتمنت اوف الحاجات اللي فيري فيري كومن وي سي فيري كومنلي زي ريكتس اوستيوماليشيا رينال اوستيوديستروفي الباراثايرويد ديس اوردرز والكالسيوم ديس اوردرز و اخيرا الاوستيوبوروزيس هنقولها فيري كويكلي والباجيتس ديزيز. نورمالي احنا عارفين ان الفيتامين دي بيبقى اكتيفيتد باي ذا سن وباي ذا نيوتريشن، يروح للليفر يبقى 25 هيدروكسيليتد اند ذن تو ذا كيدني يبقى 1 الفا هيدروكسيليتد، ويبقى بعد كده اكتيف كالسيترايول اللي هو 125 ذا هيدروكسيكوليك كالسيفيرول، ويشتغل على البونز والانتستين فيريجوليت الكالسيوم وفوسفورس ميتابوليزم، والكالسيوم ده لو زاد ينهبت الباراثايرويد جلاندز، ولو قل يستيميليت الباراثايرويد جلاندز اللي بدورها برضو بتشتغل على البون والانتستين والكدني. فكلكم عارفين النورمال ده، فبالتالي اي ميتابوليك بون ديس اوردر هنشخصه باي هيستوري. لو في مشكله هيستوري اوف فراكشرز، هيستوري اوف ديفورميتي، هيستوري اوف اذر تروبلز، والاكس رايز، دكسا سكان. الدكسا سكان از انديكيتد، دي الانديكيشن بتاعت الدكسا سكان اللي انا حاططها هنا، از انديكيتد في اي ادلت اوفر 50 ييرز مع لو انرجي فراكشر، اي فيميل اوفر 65، اي ميل اوفر 75، progress and response to the drug and medications causing osteoporosis like corticosteroids. انا حطيت الـ الارقام دي مخصوص عشان تبقوا عارفين ان هو مش كل post menopausal female عندها 46 سنة نطلب لها دكسا ودكسا كل سنة. This is not indicated. احنا بنتكلم على generally speaking على guidelines العالم كله بيمشي عليها، فtry as much as possible to stick to the guidelines. اخيرا بايوكيميكال تيستس، ودول مهمين، اللي هم كالسيوم فوسفورس. بنعمل كالسيوم توتال وايونايزد. ايونايزد وي نو اتس فيري امبورتنت، لان اغلب الحتت بتعمل لنا توتال كالسيوم بس، ذس از نوت انف. الكالاين فوسفاتيز ويتش از ا ريفلكشن اوف اوستيوبلاستيك اكتيفيتي، فانتوا عارفين انه بيزيد في الاوستيوماليشيا هايبر باراثايرويديزم باجيتس وميتاستاسيس. الفيتامين دي اني واحد اللي بنطلبه، لان في كذا واحد في الريكوستات بتاعت الاكس راي بيطلبوا 25 هيدروكسي فيتامين دي. بنطلب باراثايرويد هرمون. في ناس هتقول الباراثايرويد هرمون از فيري اكسبنسيف، فممكن سام تايمز نخليه لما يبقى الالكالين فوسفاتيز از هاي يو هاف تو اسك فور باراثايرويد هرمون، لان معناها ان في سكندري هايبر باراثايرويديزم وفي تشينجز في البون فات. في حاجات ما بنستعملهاش عشان كده مش عاملهم بولد، اللي هم يورينري كالسيوم اند فوسفورس، دول اكتر في الهايبر باراثايرويديزم وفي الهايبر كالسيميا، دول بيشوفوهم اكتر الناس بتوع الاورام والناس بتوع البطنه والناس بتوع الاندوكراينولوجي والناس بتوع الكيدني. بون تون اوفر ماركرز، دول بيستخدموا اكتر في الريسيرش، اللي هم البي 1 ان بي ده ماركر اوف فورميشن، والسي تي اكس اللي هو الماركر اوف ريزوربشن. وفاينالي بون بايوبسي بتستعمل في حاجات رير قوي، يمكن اوستيوماليشيا اند باجيتس ديزيز سام تايمز، لكن بقيه الحاجات مش قوي. فدي مينلي الحاجات اللي هنداجنوز بيها الميتابوليك بون ديس اوردرز. يعني اما تشوف عينه بتقول لك اي هاف بينز ان اول ماي بونز، فكر في المجموعه دي، لو هي انديكيتد فور دكس هتعملها، لكن بايوكيميكال تيستس ديفينتلي الحاجات الكومن هم اللي معمولين بالبون. اوكي معلش انا ام سبيكينج ان عربيك، لان امبارح في ناس طلبت قالت لي انت قلت محاضره كلها بالانجليزي، فلو سمحت يعني ما تغلسش يعني. اوكي هنبتدي بريكتس ان اوستيوماليشيا. طبعا ريكتس ان اوستيوماليشيا ار ذا سيم ديزيز، بس واحد في الشيلدرن واحد في الادلتس. الريكتس هي عباره عن ايه؟ ان ادكوت مينرالايزيشن اوف بون ان شيلدرن باختصار يعني. فبيبقى الاوستيويد اول اوفر ذا سكيلتون انكمبليتلي كالسيفايد، ده بيديك سوفت بونز مع disrupted growth plate هي اللي بتديك الديفورميتيز، يبقى عندنا soft bone وديفورميتيز. الكوزز the most common is nutritional deficiency، deficiency of active vitamin D due nutritional deficiency او lack of exposure to the sun.
intestinal malabsorption بالذات السيلياك ديزيز از ذا كومنست ما بنشوفهاش احنا قوي في مصر. ليفر ديزيزز وانتي كونفولزنتس خدوا بالكم دول بيقللوا ال 25 هيدروكسيليشن فبالتالي مش هيبقى في اكتف فيتامين دي. والرينال ديزيز نفراكتومي وسام جينيتك ديزيز بيبقى فيها ابسنس اوف 1 الفا هيدروكسيليز فبالتالي بتقلل ال 1 الفا هيدروكسيليشن ودول بيشوفوهم برضو بتوع كيدني اكتر. فاينلي الفيتامين دي ريزيستنت ريكتس ودي هنخليها از ا سيبريت انتيتي هكلمكم عليها بعدين لان هي اتس ا بيت ديفرنت. الباثولوجي ان ابيليتي تو كالسيفاي الانترسيلولر ماتريكس اوف ذا جروث بليت فبتبتدي الكوندروسايتس تبايل اب كده ايه ريجولرلي ويبقى في انكريزد ويدث اوف ذا جروث بليت بتفضل تكبر تكبر مع بول مينراليزيشن اوف ذا زون اوف كالسيفيكيشن وسبارس بون ان ذا زون اوف اوسيفيكيشن. والترابيكولي اللي بتكون جديدا نيو ترابيكولي بتبقى ثين اند ويك والميتافيسس بيبقى برود اند كاب شيبت. كلينيكالي لو البيشنت بتاع الريكتس الطفل عنده هايبوكالسيميا يوجوالي لو هم صغيرين قوي ده بريزنت وذ تيتاني اند كونفولجنز في الاول بس جنرالي او مور كومنلي فيلير تو ثرايف. ثرايف يعني يكبر فيلير تو جرو يعني ليستلسنس يعني فاتيج يعني تقول لك هو ما بيمشيش معايا لما بيمشي معايا مشوار بيقول لي انا تعبان دي ليستلسنس. And muscle flaccidity يعني تلاقي المسل ستاتو a bit weak. البون changes طبعا من فوق لتحت انا حطيت الصورة دي لان هي سهلت الموضوع. cranial tables, frontal bossing, dental defects وبعدين عندنا pigeon's chest, kyphosis, rachitic rosary هنا عند الجنكشن, harrison's sulcus او groove, flaring of the lower ribs, واخر حاجة البو لاجز كوكس او كوكس فارا في الاكس رايز, بو لاجز جينوفيرم اللي احنا بنشوفهم and so on. These clinical manifestations. طيب اللابز هنعملها الكالسيوم هيطلع يا نورمال يا لو نورمال due to secondary hyperparathyroidism لكن اغلب الحالات دي بيبقى عندهم increased alkaline phosphatase و secondary hyperparathyroidism فتلاقي alkaline phosphatase عالي parathyroid hormone عالي والفوسفورس واطي والاكتف فيتامين دي او 25 هيدروكسي دي هيبقى very very low usually less than 10 usually. احنا ممكن نكون ما بنعملوش في الحالات دي لان بتبقى diagnosis obvious from the x-rays بس if you do it هتلاقي الفيتامين دي usually less than 10. طب on the x-rays هتشوف ايه widening of the growth plate cupping the metaphysis genovarum coxavara usually احنا بنطلب لهم x-rays both wrists و knees standing او both lower limbs standing لان هو usually بيبقى child فتقدر تصوره. ممكن تلاقي عنده coxavara كمان. وإف the serum calcium is very very low ممكن تلاقي في الاكس-ray signs of secondary hyperparathyroidism. خدوا بالكم ان signs of secondary hyperparathyroidism دي هتيجي في كذا حتة. اوكي الاوستيوميليشيا is the same inadequate mineralization بس في الادلت فبالتالي osteoid هيبقى incompletely ossified calcified فهيبقى soft bones وهيبقى عندهم fragility fractures او risk of fractures. لا ال causes are the same as rickets بس في adult ال labs are the same pathology هيبقى في widened osteoid seams and thinner cortices دي ممكن تتشاف ببون biopsy in very very rare cases لو diagnosis صعب. اهم حاجة ان clinically هم usually ما بيشتكوش غير some bone pains تقول لك I have pains all over the body. muscle weakness usually بتبتدي proximal يعني تقول لك انا ما اقدرش اشيل الحاجات او المنظر اللي انتوا بتشوفوه في الشارع في مصر اللي هي الست اللي ماشية وادين جاي كده او الاسئله الثانيه اللي هي لما تيجي تقوم من الكرسي تلاقي بتقوم بصعوبه او تطلع السلم تمسك الدرابزين فدايما المسل ويكنس از بروكسيمال مور بروكسيمال. اوكي افتكروا الحكايه دي. الاوستيوماليشيا كلاسيك ممكن تلاقي لوسر زونز لما تعمل اكس راي بلفس يوجوالي في البيوبيك ريماي ممكن تلاقي تريفويل بلفس باي كونكيف فيرتبري ويدج فراكشرز في السباين وتاني signs of secondary hyperparathyroidism ممكن تشوفهم هنتكلم عليهم بعد كده. labs the same as rickets. طيب نيجي للtreatment of rickets and osteomalacia هندي كالسيوم فيتامين دي. الفيتامين دي عليه كلام كتير قوي 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 فهنقول شويه. الانيشال لودينج دوز مفروض في الحاجات دي بتبقى 300 ل 600 الف انترناشونال يونت. عندنا نوعين موجودين من الفيتامين دي ارجو كالسيفيرول اللي هو دي 2 اللي هو موجود في مصر حقن باسم استيروجيل اتش ده 600 الف انترناشونال يونت وكوليكالسيفيرول دي 3 اللي هو موجود في مصر باسم ديفارول اللي هو بينقص ويزيد وحاجات كده. which is better دي 2 ولا دي 3؟ دي 3 is better. طب ليه اللي موجود دايما دي 2؟ لان دي 2 ارخص في تصنيعه واسهل فهتلاقوا اللي موجود دي 2 مع ان المفروض you should get better results from دي 3 بس it's more expensive. بندي
المفروض انجكشنز 4 ويكس ابارت. لو هندي 600,000 دول يبقى واحده وبعديها ب 4 ويكس واحده. لو هتدوا ال 200,000 اللي هو الديفارول ممكن تدي افري 2 ويكس از لودينج دوز بعد كده تتيبر ذا دوز شويه. او ساعات لما بيبقى الحاجات دي ناقصه بنستعمل اورال. الاورال الدي 2 هم في مصر الاوسو 14 10,000 و50,000 برضو اللي افيلبل دلوقتي في الماركت 10,000. ده ممكن في اللودينج دوز تدي واحده كل يوم في خلال شهر بتبقى العيان خدت 300,000. او الكوليكال سيفرول دروبس اللي هو الدي 3 ده 2800 انترناشونال يونت. فده يعني العيان بقى تشرب ازازه او اي حاجه. حتى الان the jury is not out. يعني ما فيش حكم كده على الدوز, على كيفية الادمنستريشن بتاعت الفيتامين دي على دي 2 ولا دي 3 على اكتف ولا فيتامين دي انالوجز. يعني ندي الفا كالسيدول ولا ندي دول الحاجات الارجو والكوليكال سيفرول. ما فيش كونسنسس حتى الان. ما فيش حاجة في الجايد لاينز بتقول ادي ده وما تديش ده, ادي ده بالدوز الفلانية على الفريكوانسي الفلانية. مفيش. فأبت النهو احنا بنستعمل حوالي 200,000 ل 300,000 في الشهر لحد ما الفيتامين دي بتاع العين يطلع. طيب نيجي بقى للجزء الفيتامين دي ريزيستنت ريكتس او هايبوفوسفاتيميك ريكتس اند اوسيوماليشيا. احنا دايما هتلاقونا بنتكلم ريكتس اند اوسيوماليشيا لان هما نفس الحاجة. دول مجموعة امراض نتيجة رينال فوسفيت ويستنج, عشان البروكسيمال رينال تيوبولر ديزيز بتخلي الفوسفيت reabsorption تقل فwe lose phosphate in urine. ودول سببهم حاجات fibroblast growth factor 23 production سواء tumor او genetic, ودول بيأدوا الى osteomalacia nephrocalcinosis and nephrolithiasis. اشهر اثنين familial hypophosphatemic rickets دي the commonest, دي genetic x-linked ودominant. العين بيجي بجينوفيرم او فالجم وما بيبقاش فيها مايوباثي. الادلتس بيبقى عندهم هيتيروتوبيك اوسيفيكيشن فراكشرز وسكليروتيك بون, ودي علاجها فوسفيت بهاي دوز. دي غالبا احنا مش هنشوفها, بيشوفوها بتوع الاطفال كومنلي. اونكوجينيك اوستيوماليشيا دي بتيجي مع الفاسكولار تيومرز اللي بروديوسينج فايبروبلاست جروث فاكتور زي الهيمانجيو باريسايتوما فايبروهيستيوسيتيك تيومرز زي الجاين سيل تيومر والبي في ان اس بيجمنتد فيل نودولر سينوفايتس. ودي علاجها انك تريسكت الديزيز, خلصت من الموضوع. ودي برضو وي دونت سي ات فيري كومنلي. هايبوفوسفاتيزيا ذس از ا فيري فيري رير ديزيز, خلوها بس في بالكم. هي دي بتبقى ديفيشنسي اوف الكالاين فوسفاتيز انزايم. يعني ممكن تشوفوا عيان عنده الكالاين فوسفاتيز لو او لو نورمال, خلي في بالك الهايبوفوسفاتيزيا دي. في الاطفال بيبقوا جايين ويكنس وليم ديفورميتيز, دي واحده من المشاكل. وفي الادلتس بيبقى عندهم ريكيرنت ميتاتارسال بون فراكشرز او ستريس فراكشرز زي فاتيك فراكشرز ثاي او هيب بين وسودو فراكشرز. حلها دي انزيم ريبليسمنت ثيرابي. ما اعرفش اف اتس افيلبل ان ايجيبت ولا لا. نيجي للرينال اوستيوديستروفي. الرينال اوستيوديستروفي هي اسمها كرونيك كيدني ديزيز مينرال بون ديس اوردر. رينال اوستيوديستروفي ده اسم السكيليتال مانيفيستيشنز, يعني الحاجات اللي العيان بيشتكي منها اسمها رينال اوستيوديستروفي. لكن هي علميا او طبيا اسمها كرونيك كيدني ديزيز مينرال بون ديس اوردر. دي بتحصل في كرونيك كيدني ديزيز ستيج 4 تو 5 اللي هما بيبتدي جلوميرولر فلتريشن ريت يقل عن 30 ملي بير مينت, وبيجوا معاهم لو انرجي فراكشرز. الباثولوجي بيحصل اسيدوزس وده بيزود السكريشن اوف سكليروستين. محمد دكتور محمد عبد المنعم هيكلمكم على الحته دي بعد كده. ده بيقلل الاوستيوبلاست فانكشن. يبقى مبدئيا الفورميشن حصل لها ايه؟ قلت. يا جماعه قولوا اوستيوبلاست فانكشن قلت, يبقى الفورميشن ايه؟ قلت. طيب تاني حاجه بيقل جلوميرولر فلتريشن ريت فبيحصل فوسفيت ريتنشن. ده بيزود الفايبروبلاست جروث فاكتور 23 برودكشن فيزيد البون تيرن اوفر. والحاجه الثانيه ان بيقل ال1 الفا هيدروكسيليز فيقل الكالسي ترايول فيحصل سكندري هايبر بارافايرويديزم فيزيد البون تيرن اوفر. التايبس الهاي تيرن اوفر هو ده كومنست تايب اوف رينال اوستيوديستروفي, وده بيبقى فيه انكريست في الاكتيفيتي اوف اوستيوبلاست واوستيوكلاست وسكندري هايبر بارافايرويديزم. اوكي, ودول بيحصل لهم حاجه اسمها اوستيايتس فايبروزا سيستيكا, بيكونوا زي سيستيك بون اند ووفن بون. هنشوف الاكس رايز بتاعتهم بعد كده. في نوع تاني اسمه اي دايناميك بون ديزيز, ده بيقل في التيرن اوفر خالص, وفي وبيحصل مينراليزيشن ديفكت مع الاثنين. فتلاقي في البايوبسي الاوستيويد سيمز واسعة قوي. ليهم كاركترستيك فايندينجز في الاكس رايز. السباين يبقى شكله كده, ده اسمه راجر جيرسي سباين اللي هو يبقى فيه سكليروزس في الاند بليتس
بيبقى بريتل وفراجايل، يبقى عندهم سولت اند بيبر سكال، ودي نتيجه كالسيفيكيشن، ويبقى عندهم سب بيريوستال ايروجنز، ممكن يبقى عندهم كده براون تيومرز او اوستياتس فايبروزا سيستيكا. كلينيكالي بيبقى عندهم انكريست فراكشر ريسك، بينز التشيلدرن يبريزنت بديفورميتيز زي راكيتك ديفورميتيز وديكريست جروث وسليبت كابيتال فيمورال ابيفيسس. فلما تشوف ولد عنده سليبت كابيتال فيمورال ابيفيسس فكر في القصه دي. الكبار بيبقى عندهم فاسكولار كالسيفيكيشن، ودي بتزود يوزوالي ذا بريزنت وذ هايبرتنشن انكريست كارديوفاسكولار مورتاليتي، وبيحصل لهم هيتيروتوبيك كالسيفيكيشنز او اللي بنسميها تيومورال نيكروزس، تلاقي الكالسيوم ديبوزيتد في كذا حته. الكاركترستيك راجر جيفسي سباين وهيتيروتوبيك كالسيفيكيشن وفاسكولار كالسيفيكيشن، وهنا الداكسا هاز نو رول في الرينال اوستيوديستروفي خالص، لو سمحت ما تطلبوهوش. اللابز هنلاقي في هايبر باراثايرويدزم، ده بيدنوت ان العين ده دخل في كرونيك كيدني ديزيز ستيج 5 اللي هو اعلى حاجه. لو لقيت ان الباراثايرويد هرمون اقل من دبل فولز يبقى العيان ده عنده اي دايناميك بون رينال اوستيوديستروفي. اوكي، الكالسيوم بيبقى قليل او نورمال لو في سكندري هايبر باراثايرويدزم. بعد كده لما تلاقي الباراثايرويد هرمون عالي قوي 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 وكالسيوم عالي قوي 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 قوي، يبقى العيان ده دخل في ايه؟ تيرشري هايبر باراثايرويدزم. التيرشري هايبر باراثايرويدزم از جاست ان اوتونوموس ان ريجوليتد باراثايرويد هرمون سيكريشن بعد برولونج سكندري هايبر باراثايرويدزم. اوكي، يعني التيرشري ده لما العيان بيفضل سكندري كتير قوي خلاص بتبقى الباراثايرويد بتطلع اوتونوموسلي كتير قوي من غير كنترول. اوكي، ده تريتد باي رينال سبيشالست، مالكوش دعوه بيه. بيعمل فوسفيت ريستريكشن وبيدي فوسفيت بايندرز وفيتامين دي انالوجز زي الالفا كالسيدول وسينا كالسات لو كالسيوم سنسنج ريسبتور اجونست. هنا الاوستيوبوروزس علاجها كونتروفيرشال، ندي ولا لا؟ قالوا الزوليدرونيك اسيد هنا بيعمل ساعات اكيوت رينال فيلير فما ينفعش في العينين دول. دينوزوماب كويس بس ممكن يعمل اكيوت هايبوكالسيميا فبيخافوا منه، فبيدوا اورال بيسفوسفونيتس ات فيري لو دوز. نيجي الباراثايرويد ديس اوردرز، الباراثايرويد ديس اوردرز هنبتديهم بالهايبوكالسيميا لان هايبوكالسيميا از فيري امبورتنت. هي الباراثايرويد مرتبطين بالكالسيوم ميتابوليك ديس اوردرز. الهايبوكالسيميا ذا موست امبورتنت كوز فور ات سيفير فيتامين دي ديفيشنسي وكرونيك رينال فيلير، بس اللي لازم تفتكروها هايبو باراثايرويدزم بعد الباراثايرويدكتومي او اوتو اميون او حاجه اسمها ديجورج سيندروم او هيموكروماتوزس. في حاجه اسمها سودو هايبو باراثايرويدزم بتتسالوا عليها في الامتحان، مش عارف ليه الحب فيها، يعني سرير جيناتيك ديس اوردر عمرنا ما شفناها خالص. هي بتبقى شورت اوبيز كده، عندها راوندد فيشيز، ممكن منتالي ريتوردد، وعندها شورت فورث اند فيث ميتاكاربال بون، وبيبقى عندهم بروبلمز في الكالسيوم ميتابوليزم. في حاجه اسمها سودو هايبو باراثايرويدزم، ده انذر رير ديزيز، بيبقى سيميلر فينوتايب زي البرايت سيندروم بس ما عندهمش كالسيوم ميتابوليك ديس اوردرز. انا حطيتهم دول عشان تسالوا فيهم في الامتحان، ما اعرفش ايه لازمتهم، انا عمري شفتهم ولا عمركم هتشوفوهم خالص، بس هم مين يعني. هايبوكالسيميا لو مايلد هتبقى اسيمتوماتيك، لو تيبيكال هيجي لهم تيتاني او باراثيزيا او ماسل كرامبس او ماسل سبازمز. السيفير هيخشوا في كونفولجنز واريثمياس ولارينجيال سبازم، والسيفير ده فيتال. الانفستيجيشنز بنعمل ترو سو ساين، تعمل الكاف اوف ذا بلاد بريشر يجي لهم تيتاني، او شفوستكس تيست لو تخبط على الفيشل نيرف يجي لهم تويتشز او فيشل سبازم، والاي سي جي يبقى فيه انكريزد كيو تي انترفال، والاكس رايز هيبقى فيها بارادوكسيكال سوفت تيشو كالسيفيكيشن. التريتمنت الاكيوت ده ايمرجنسي لازم ياخدوا انترافينس كالسيوم جلوكونيت، الكرونيك بيدوم فيتامين دي ميتابولايت كالسيترايول او سام تايمز تيريباراتايد. حاجه ثانيه في الكالسيوم ميتابوليزم الهايبركالسيميا وكوز اوف هايبركالسيميا، برضو حاجات رصة اللي انتم شايفينها على اليمين دي اتس لوت، بس ذا كومونست ار هايبر باراثايرويدزم وماليجنسي. برضو كلينيكالي احنا يهمنا كلينيكالي العين مايلد هيجي بجنرال فاتيج بوليوريا وبوليديبسيا، لو مودريت هيبقى فيه انوركسيا ونوزيا وماسل ويكنس وفاتيج، لو سيفير هيبقى فيه ابدومينال بينز نوزيا فوميتنج سيفير فاتيج وديبرشن ونيفروكالسينوزس وكوندروكالسينوزس، وانتوا عارفين دي مشهوره باللي هي ايه، مونز جرونز بونز اند ستونز. التريتمنت في الاكيوت سيفير ده ايمرجنسي، برضو لازم تدي انترافينس فلويدز انترافينس بيسفوسفونيتس، والسكند لاين ممكن ايفن ياخدوا جلوكوكورتيكويدز.
وطبعا you have to treat the underlying cause whatever اللي موجودة من الحاجات اللي على اليمين في الليستة الطويلة. طيب نيجي بقى للهايبرباراثايرويديزم. احنا عرفنا ان الهايبو والهايبرباراثايرويديزم بيلخبطوا كالسيوم ميتابوليزم، يعملوا هايبو وهايبركالسيميا. الهايبرباراثايرويديزم عندنا 3 تايبس. الثري تايبس هما برايمري، ده بيحصل في ادينوما او هايبربليزيا اوف ذا باراثايرويد جلاند. سكندري ده عشان الهايبوكالسيميا. والتيرشري قلنا ده اوتونوموس بعد ما السكندري يفضل برولونج. الباثولوجي هنا هيبقى فيه انكريز باراثايرويد هرمون سكريشن، فبتزيد الكالسيوم تيوبولر ابزوربشن والانتستينال ابزوربشن والبون ريزوربشن. بيزيد الهايبركالسيميا بتؤدي الى انكريز جلوميرولر فلتريشن اوف كالسيوم، فبيبقى فيه هايبركالسيوريا، يعني العيان ده يبقى عنده هايبركالسيميا وهايبركالسيوريا. بيزيد الفوسفيت ان يورين due to increased reabsorption. فاحنا لو عملنا هنا urinary calcium and phosphorus هنلاقي الاثنين ايه؟ عاليين فوق. بيحصل للعينين دول nephrocalcinosis, stones, recurrent UTI with decreased kidney functions و heterotopic calcifications. لما بتزيد الاوستيوكلاستيك activity بيحصل subperiosteal erosions, endosteal cavitation والمارو بيبقى replaced by vascular granulation fibrous tissue. دي اللي اسمها osteitis fibrosa cystica. So this is the pathology of osteitis fibrosa cystica. لكن البراون تيومرز هم لما بيحصل hemorrhage جوه والجاينت سيل رياكشن ان the fibrous stroma بيتكون tumor like masses inside the bone، بيحصل لها بعد كده liquefaction وتبقى fluid filled cysts، ودي اللي اسمها براون تيومرز، عشان تبقوا عارفين الاسمين دول ايه. البرايمري هايبرباراثايرويديزم تبقى يوجوالي سوليتري ادينوما، دي مور كومن في الفيميلز من 40 ل 65 سنه. الفيميلز دبل فولز عن الميلز، يوجوالي اسيمتوماتيك، بنكتشفها بالصدفه ما نلاقي هايبركالسيميا. كلينيكالي هيبقى عندها بقى مونز جرونز بونز اند ستونز لو هي الهايبركالسيميا دي عاليه فعلا، وهتيجي بنفس السيمتومز اللي قلناها. less than 10% بيبقى عندهم بون ديزيز، والبون ديزيز يوجوالي هنا ما بتبقاش اوستيايتس فايبروزا، بتبقى اوستيوبوروزس مور كومنلي. ساعات اوستيايتس فايبروزا لكن مور كومنلي اوستيوبوروزس وباثولوجيكال فراكشرز. اللابز هيبقى فيه هايبركالسيميا، هايبوفوسفاتيميا، هايبرباراثايرويديزم، وطبعا الالكالين فوسفاتيز هيبقى زايد عشان الانكريز بون تيرن اوفر. الاكس رايز هنلاقي الكلاسيك باثوجنومونيك سب بيريوستيال ايروجن في او ريزوربشن في الميدل فالنجيز اللي هم دول، بنشوفهم في الاكس راي هاند. فيرتبرال كولابس ممكن تلاقي برضو باي كونكيف فيرتبري. باراثايرويد براون تيومرز هنشوفهم في اللونج بونز، وممكن تلاقي العيان ده عنده نيفروكالسينوزس او كوندروكالسينوزس. التريتمنت يوجوالي بتاع البرايمري ده كونسرفاتيف بيهايدريشن وبيقللوا كالسيوم انتيك، او سيرجري يتشال لو المشكله زادت. مشكله البوست اوبراتيف ان ساعات يحصل لهم اكيوت بريسك نيو بون فورميشن، ده بيعمل حاجه اسمها هانجري بون سيندروم. الهانجري بون سيندروم دي بيبتدي البون يفورم فجاه فيسحب كل الكالسيوم فيحصل سيفير هايبوكالسيميا، ودي علاجها فيتامين دي ميتابولايت. اوستيوبوروزس احنا هنتكلم عليها في المحاضره اللي بعد شويه، هي بتبقى لو بون ماس وديفكتس ان بون ستراكشرز، فالفراجيليتي بتزيد والريسك اوف فراكشر بيزيد. ممكن تبقى بوست مينوبوزال او سكندري، يوجوالي اسيمتوماتيك، هي اتس ا سايلنت ديزيز عشان البون بينز مش معناهم ان العيان عندها اوستيوبوروزس. وبيجوا ساعات بفراكشرز ديستال راديوس بروكسيمال هيومرس هيب او سباين، وبنعمل لهم اكس رايز بيتشخصوا عادي او داكسا سكان او فراكس. اوكي السكندري اوستيوبوروزس ليها اسباب كتير قوي، ومش هنخش في الديتيلز بتاعتها التريتمنت لاست ليكتشر، لان انا متاكد ان الاوستيوبوروز دي انتوا سمعتوها 1000 مره. باجيتس ديزيز بيبقى فيها لوكالايزنج سايتس اوف انكريز بون تيرن اوفر فولود باي انلارجمنت وثيكنينج اوف ذا بون، بس الانترنال اركيتكتشر بتاعت البون بتبقى ابنورمال، فمع ان البون فيري فيري ثيك بس هو بيبقى بريتل وبيكسر بسهوله. restricted to Anglo-Saxon مفروض ما تشوفوهاش خالص. انا شفت 1 or 2 cases in Egypt in 23 years، ما اعرفش هتقابلكوا حاجه ولا لا. 15 to 30% are familial. الباثولوجي بيبقى increased osteoclastic and osteoblastic activity، والبون turnover بيبقى زايد، فبالتالي الالكالين فوسفاتيز بيبقى زايد. والسي تي اكس هنا ممكن تعملوه لانه هو it's a reflection of bone resorption، فالسي تي اكس ده واحده من الحاجات اللي هو انديكيتد فيها لو شفتوا حاله باجيتس ديزيز. في ستيجز فاسكولار او اوستيوليتيك واوستيوبلاستيك. كلينيكالي بيجي في الحته دي تيبيا بلفيس
femur, skull, spine, or clavicle, usually asymptomatic. Sometimes you present بعد كده pain, deformity, أو واحدة من ال complications. الحاجة ال common فيه إن ال limb بتبقى bent, بتبقى معوجة كده, و feels thick, وال skin duly unduly worn, فبيسموها عشان كده osteitis deformans, العلامة دي إن التيبيا تبقى معوجة. الحاجة التانية العينين يقول لك ال hat does not fit anymore. هي طبعا بتحصل في الويسترن سوسايتيز في بلاد برد فبيلبسوا هاتس يقول لك ماي هات دازنت فيت اني مور ده بلاتيبيزيا. وانا برضو ركزت فيها لان انا في امتحان الدكتوراه الامتحان كله كان على حاله باشيتس ديز اوف بون وكانت السؤال واحد البرنيطه مش عايزه تلبس في راسه فوات از ذس اوكي والاكس رايز كان فيها كل العلامات. كرينيال نيرف كومبريشن بيحصل امبيرد فيجن فيشال بولسي trigeminal neuralgia, deafness, spinal canal stenosis. فاحنا ممكن نشوفهم احنا كجراحين عظم بspinal canal stenosis. Steel phenomena بيحصل ال blood is diverted من ال internal organs to the bone. فيحصل لهم cerebral vascularity impairment و spinal cord ischemia. الاكس رايز هتلاقوا flame shaped osteolysis بنسميها osteoporosis circumscripta. البون بيبقى thick و sclerotic وبيبقى thick and trabeculi او كورس ترابيكولي وبيبقى عندهم في البون مع ان هي تخينه بيبقى فيها ستريس فراكشرز وسامتايمز ذا ايفن بريزنت وذ باثولوجيكال فراكشر مع ان البون لوكس ثيكر ذان نورمال. دي كلاسيك برزنتيشن يعني الاكس راي دي فيري فيري كلاسيك. السباين اللي هو تلاقي الفيرتبرال بودي انلارج كده وذ انكريز دنسيتي ده كلاسيك. المنظر ده بتاع الفليم شيبت اوستيولوسيس او اوستيوبوروزيس سيركمسكريبتا از فيري كاركترستيك. هنلاقي increased alkaline phosphatase قلنا وهنلاقي increased CTX. complications اللي بتحصل هم دول اللي احنا بنشوفهم fractures, osteoarthritis, spinal canal stenosis, sarcomas, heart failure عند العينين دول عشان ال steel phenomena, hypercalcemia and intraoperative bleeding بيبقى زايد جدا في العينين دول. فلما تيجي تثبت عين من دول او تعمل له joint replacement اعمل حسابك ان ال intraoperative blood loss هتبقى كتير قوي. treatment intravenous zoledronate 45 milligrams والحاجات اللي احنا بنعملها surgery هم ال pathological fractures they need fixation, osteoarthritis they need arthroplasty, spinal canal stenosis and nerve decompression they need to be decompressed. take home message I think I gave you an introduction about the commonest metabolic bone disorders. حتى شوية ضلمة. You need to start studying this dark part. My recommendation is to read من السورسز دي أبلي 2018 هو it's the best عشان كده أنا حطه في الأول لأنه في chapter اسمه metabolic bone disorders. فرانك نتر هو اللي في أغلب الصور اللي أنا وريتها لكم. it's very descriptive ومعمولة حلو قوي. primer on metabolic bone diseases ده كتاب بتاع روماتولوجي ده أشهر واحد textbook بتاع روماتولوجي بس هو مطلع كتاب كامل اسمه metabolic bone diseases and disorders. هو ده it's the whole book فهو طويل قوي يعني لكن ممكن تقرا حتى لو انت شفت حاله صعبه او كده وميلرز طبعا ريفيو اوف اورثوبيدكس. ثانك يو فيري ماتش.